بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال رقم 77: لو انت مهندس تجاري واقف والمقاول راح صب خرسانة، الخرسانة دي تجاوزت المدة المعينة، يعني الخرسانة دي طالعة من محطة الخرسانة قديلها مثلا 8 9 10 ساعات، فجيت انت بتبص لقيت المقاول صب، وجيت انت بتبص في برنت الصب لقيت الخرسانة دي طالعة من الشركة من ازود من مثلا من 8 9 ساعات، ففي الحالة دي هتعمل ايه؟ الحالة دي الخرسانة ما في الحاله دي ما بقاش اسمها خرسانه، في الحاله دي بيبقى اسمها تراب. التراب ده الخرسانه دي بقت تراب ليه؟ لانها بتبقى وصلت للشك الابتدائي. الشك الابتدائي ان هي خلاص الخرسانه قعدت تتخلط، حتى لو حاطط لها مؤخرات شك وكلام من ده، فحصل لها انفصال حبيبي، المواصفات ما بقتش المواصفات القياسيه اللي الكود بيقول عليها، فبالتالي الخرسانة فقدت وظيفتها ان هي تعمل كمادة جاسئة او كمادة هارد، مادة صلبة، ان هي تقاوم الاحمال، فبالتالي ما بقاش ليها لازم. ففي الحالة دي يجب على المهندس الواقف يؤمر اولا اي حاجة تثبت، سواء عمود سواء جزء من السقف، نشيل الخرسانة ده كلها. دي ما تعرفش ازاي بقى، يكسر في الفورمة، يشيل الفورمة، ايا كانت الاضرار المادية اللي هتلحق بالمقاول ده او بالمقاول ده، نفذها، شيل الخرسانة البايظة اللي اتثبت. بعد ما نشيلها نصب اسف نغسل الحديد كويس، نغسل الحديد كويس، وبعد كده لو في اجزاء من الشده الخشبيه او المعدنيه تضررت تستلمها من اول وجديد، تتعمل وتستلمها من اول وجديد ايا كانت الخسائر اللي هتقع على المقاول عشان هو السبب. وتؤمر بصبه جديده وخرسانه جديده طازه وتصب الخرسانه بتاعتك. وده كان السؤال رقم 77. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.